كام؟ يبقى كده 360 قرش. بسم الله ما شاء الله. و30 بيضه، سعر البيضه الواحده ب3 تعريفه، يبقى كده الاثنين ب3 ساغ، يبقى 45 قرش. اسم الله عليك. يبقى كده بقى حساب الفراخ والبيض يطلعوا كام؟ كله على بعضه 4 جنيه وشلم. هو ايه ال 4 جنيه وشلم يا ام صباح؟ مش غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا حبيبتي. تعيشي يا اختي. طب بلاش تعملي لنا احنا حساب قول احنا اولادش، اعملي حساب للحاجه ابو شعيشه اللي بعتك. هو الحاجه ابو شعيشه هو اللي بعتك ولا احنا مش باب رزق جديد واتفتح لك؟ والنبي يا اختي لو تشوف البهدله اللي انا بتبهدلها في الطريق بالشيله دي لا صعب عليك، وتديني كمان 4 جنيه فوق ال 4 جنيه دول، وكفايه قوامت من النجمه وسايباني لعيالي وسايباني المانيا الشحه كلها ومروحه لمحطه القطر ونزلوا من محطه الجيزه، وافضل الف على كعوب رجليا طول النهار زي المكوك من الدكانه دي للدكانه دي ومن البيت ده للبيت ده. بقول لك ايه، انا كل اللي معايا اول عن اخر 4 جنيه اهو، والشيلم بقى كأنك نقطتي بيه مراتبني. نقطة مراتبنك دي عندي وهجيبها لك لغاية عندك، من العندي قبل العنده، بس والنبي يا اختي ما تكسري بخاطري في السعر، وكفاية ان انا جيت لك في الاستباحة اللي المفروض ان كنت اروح بيها للحاجة ابو شعيشة. يا اختي قولي له الحاجة رتيبة خدت وش القفص. وانا لسه هروح له، ما انا رحت له ويا دوبك لسه بفتح القفص قال لي لا خد القفص بحاله كده، روح للحاجة رتيبة تاخد اللي هي عايزاه كله منه عشان النفس اللي جوه دي واللي اتبقى منها هاتيه. يعني انت رايحه دلوقتي لعم ابو شعيشه؟ ايوه يا ابني. عايز حاجه تانية؟ عاوز سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني؟ في ايه؟ ها؟ ايه؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا محمد. خد اشرب لك بقه ميه. خد. هي ام صباح جايه لك يا عم ابو شعيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندكم وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه، ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ اه الحمد لله. صباح الخير يا حاج ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح، اي جات لك يا عم. شوف بقى عايز منها ايه على مفطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا استاذ احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساغ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك 3 مشروخين؟ لا في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقيه حق. انا كده الحصه الاولى بدات، انا ماشي. يا عم اصبر، انا هاخد فلوس. اتفضل. تعيش يا عم رجب، ربنا يخليك. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضه؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا بتجيب منين بقى 300 دول يا اخويا؟ انا عندي ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعه. وهي دي مشكله يعني؟ انزل لها انا. ازاي بس؟ دول بيصحوا من النجمه، ده انا قبل ما اروح المذبح بيكونوا هم نزلوا وراحوا المدرسه. دول داخلين على اكتر من شهرين بيجوا المدرسه في الحصه الثانيه والثالثه، ودول هم اولاد الحاج توفيق، والله لو كنت كتبتهم غياب. الله يبارك لك يا استاذ عبد العليم. كل. بيروحوا فين العيال دي من النجمه؟ طيب يا ولاد توفيق. خلاص صحيت بدري وقاطع نفس دي. ياد ما هو ده كمان الجري امبارح على الكيلو الجيزه عشان نقبض معاهم عشان بضاعه ام صباح. يعني احنا هنلحق نجيب البيض ونلف على الدكاكين نوزعه كمان نروح المدرسه؟ كل ده هيبان لو ام صباح صدقت في كلامها. والله العظيم انت شكلك بتدي لك 60 ده. اسكت بس وتعالى استنى ام صباح. تعالى. اهي ام صباح اهي. بنقابل ام صباح في محطه الجيزه ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديلي والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زيادة تعريف. يا ولاد الكبش، وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب والكتب عاوزه فلوس والفلوس ما بنشوفهاش. الله الله، يعني ايه يا واد؟ بصراحه كده يا حاج احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. والملايه اللي انت بتدوري عليها دي يا حاجه اللي هيجيبها عندنا في الاوضه؟ اهو هنشوف يا محمد، مش هنخسر حاجه. ياما مفيش غير هدوم احمد ومحمد. دوري وراها. طيب هي لونها ايه؟ لونها لبني ولا بامبا؟ دوري ورا الهدوم هتلاقيها. وايه اللي فكرك بس بيهم دلوقتي؟ عايز اعمل منها شويه غيارات لابن اخوك فتحي. اهي لقيتها ياما. شفتي؟
امك ما تنساش حاجه ابدا. ايه ده ايه اللي بيرن ده؟ دي حاجات احمد. حاجات احمد؟ حاجات احمد دي تطلع ايه؟ ايه ده يا صلاه النبي يا صلاه النبي، وايه الازايز دي كلها؟ دي ازايز ريح. اما مالكش حق يا احمد، افرض دلوقتي الحاجات دي كانت اتكسرت مش كانت بقعت الهدوم؟ ما هي دي ما بتتكسرش. ليه ان شاء الله؟ على راسها ريشه؟ لا، عشان احمد مش عاملها من الازاز، عاملها من الباغ. وريني يا بنتي الخشب ده ايه كمان؟ دي برضو بضاعه احمد. بضاعه؟ ليه؟ هو بيتاجر فيها؟ انا بقى هقول لك على السر يا عم ابو شعيشه والفرق بين ازازتك وازازتي. خد شوف. وريني كده. خد بالك من الحجم والريحه. ده غير اني خففتها طبعا. انت اللي مخففها؟ الله، حلوه قوي يا احمد. عارف الفرق بين ازازتك وازازتي ايه؟ ايه؟ ان الريحه بتاعت ازازتك حلوه قوي ومش جازعه، بس انت اللي مخففها. لا، ده عم فوزي اللي في ازخات عبد الجابر. اه يرزق برضه. شاطر، عفارم عليك يا احمد. لسه في فرق كمان. في ايه تاني؟ دي بقى مش ازاز. مش ازاز؟ انت دي ما تفرقش حاجه عن الازاز. بلاستيك دي يا احمد؟ هي حاجه ما بين البلاستيك والازاز، باغة. ودي بتقف عليك بكام؟ ب20 قرش. وبتبيعها بكام؟ ب50. بقالك كتير شغال على كده؟ هلا بقالي سنتين، والفضل كله يرجع لك طبعا يا عم ابو شعيشه. الفضل لله من قبل ومن بعد. خد. طيب استاذن انا بقى يا عم ابو شعيشه. ايه على فين؟ اسيبك عشان تصلي العصر. هنصلي العصر سوا عشان ربنا يبارك لك في مرازق. يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. أمير الجماعة يريدك في أمر مهم، في مفاجأة كبيرة قوي. مفاجأة بخير إن شاء الله. إن شاء الله حنزور الأستاذ فتح رفاعي والأستاذ عمر التلمساني. ما خرجوا من السجن؟ لا طبعا، لسه مسجونين. أمال هنزورهم في السجن إزاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الإخوان إنهم يتعالجوا برا السجن، فجابوا الأستاذ فتحي والأستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والإخوة بتوع كلية طب القصر العيني يرتبولنا زيارة خاصة، والأخ إبراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الأخ إبراهيم. من زمان قوي وأنا نفسي أشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوة. ربنا حقق لي الأمنية. الله يجازيك كل خير يا شيخ. أنا عارف يا أخ أحمد إن الزيارة دي قد إيه مهمة بالنسبة لك. هي مهمة وبس، دي مهمة جدا جدا جدا. أنا مش عارف أشكرك إزاي أنت والأخ إبراهيم. أحمد هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجي لك. أحمد، أوعى تجيب سيرة عن الزيارة دي، أنت عارف إن الزيارة دي سرية جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكلة كبيرة ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم أوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعة كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ تبوظ. ثانية واحدة وجايلك. بسرعة طيب. على طول على طول. يا أخ عمر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. السيد الوالد ألمت بيه. ألمت بيه أزمة صحية جدا أوي. لا أنت لازم تروح تطمن عليه، وإن شاء الله نطمن عليه منك بكرة بإذن الله. ربنا يبارك. اتفضل يا اخ. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا.
ايوه صح. وحملت العربيه؟ اه حملتها، بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صون يا محمد. في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه الا ما ياخد فلوسه كامله. الله، مين السواق اللي جا معاك؟ خضر. طيب خلاص، سيب لنا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه. انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا الا لما اخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا اله الا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ انا مش سخن ولا حاجة، انا بنفذ كلام الحاج محي بالقرب، وهو قال لي اعمل كده، وهاني مش هعمل الا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيك. لا اله الا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيك؟ مفيش كرابيك خالص خالص، هما ثلاث بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. التلاتة دول هنديك عليهم 20 جنيه، تروح للحاج محي تقول له ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعة ونزلوها حطوها في عربية تانية، ماشي؟ وتقول أنا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر أهو، ها إيه رأيك؟ رأيي في إيه يا دكتور؟ إنك تروح البلد معاك البضاعة دي كلها وما معكش ولا تعريفة ليك، ولا تسيب البضاعة وتبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا أنا ماليش دعوة، أنت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم، بنياتك وأنت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر أصلاً ولا حاجة. انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت الاسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات. يا محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره ابويا الحاج محيي الاحسن، كان يموت ليه.